حزب الشيوعي السوداني الاستاذ عمار الزين غادر التحالف بعد فتره طويله من المناقشات والبيانات والخطابات اللي بتدين في اداء التحالف لحد ما غادروا تحالف الحريه والتغيير. انا افتكر انه واحده من الحاجات اللي اضرت بالفتره الانتقاليه ذاته انه هو النقاش ما نقاش موضوعي حول الاهداف، هو خطاب بتاع كراهيه. يعني مثلا هسه الليله الوصف للحكام ديل بانه هم طغاة، ده وصف، ده فيه خطاب بتاع كراهيه، هو في زول مختلف معاك في الرؤيه، انا ما شايف اللي انت شايفه، انت بتمتلك الحقيقه الكامله، ولا انا بدعي انه انا ممتلك الحقيقه الكامله، ولا انا ممكن اجي اقول يا اخي ده ديل من ما بوصف اوصاف فيها شيء من الكراهيه، انا بناقش الحاجات الموضوعيه. لو جينا مثلا نناقش لجنه نبيل اديب مثلا ممكن يكون ده نقاش موضوعي ونصل فيه، لانه هو ممكن يتعامل شنو صح يتعامل شنو هذا النقاش. انا دايرت منه انهك الكتله المدنيه دي واضعفها، واللي هو بالضروره اضعف حركه الانتقال كلها هو خطابات الكراهيه اللي انتشرت داخل القوى المدنيه دي. جميل.